Lennart Ligrén. برامج وأعمال تخلدت في الذاكرة، حملت قيم ومعاني كثيرة ببساطتها، وحملت معاها تاريخ من الإنجازات لتلفزيون دولة الكويت. الجرين، القناة الحافظة لكل الإنجازات الداعمة لقنوات باقة تلفزيون دولة الكويت، الحافظة لتاريخه. شعار القناة، تم استخدام الخط العربي، خط النسخ، حتى يتناسب مع هوية القناة العامة وتمثيلاً للتراث في العالم العربي. وتم اختيار اللون الأبيض له بناء على الدراسات الأخيرة لأفضلية اللون الأبيض. هوية القناة عبارة عن لوحات فنية فينتج فانتازية وبروح التراث وتنوعه، في طياتها لوحات من ذاكرة كل الكويت. تشكل هذه اللوحات الهوية العامة للقناة، ويتم بثها بين البرامج والفواصل كهوية للقناة حسب البرامج اللي تسبقها أو تليها. صوت القناة، صوت القناة الأساسي يتمثل بصوت فنان معروف يمثل الجيل الذهبي للإعلام الكويتي والخليجي، وتم استخدام اللهجة المحلية المعتدلة مع كلمات مبسطة. موسيقى القناة، ثيمة تلفزيون الكويت القديمة اللي تعتبر أيقونة كويتية تحمل الذكريات الجميلة، ممزوجة مع أصوات حية من الأعمال المشهورة والمعروفة مع المؤثرات الصوتية. الفواصل الفنية، فواصل المونتاج، الفواصل الإبداعية، فواصل غنائية، والفواصل الترويجية. برامج القناة، تعتمد القناة على بث برامج وأعمال مميزة قديمة تعتبر من نفائس الأعمال في مكتبة تلفزيون دولة الكويت. أما نسبة إنتاج البرامج راح تكون 25% من المعروض، واللي يعطي طابع مختلف للقناة، يقدم الماضي القديم بشكل حديث وعصري. الفئات المستهدفة، تسعى القناة لأن تكون حافظة لذكريات الأجيال الماضية والمستقبلية، معتمدة على الدراسات الحديثة العالمية في أرشفة وصناعة التاريخ الإعلامي لدولة الكويت، حتى تكون بمثابة الحافظة الوطنية لتراث الأجيال. التسويق التفاعلي، تعتمد القناة على التفاعل مع الجمهور، متجاوبة مع متطلبات المشاهدين في اللي يتم عرضه عليها واللي يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حسابات قناة الجرين. قناة الجرين، الماضي الجميل بروح عصرية.